راح فيها كل مالنا. عشان نرجعوها زي ما كانت هنستلف وندان. انا عارف انك عملت محاوله مستميته، دفعت فيها كتير من الناس وضغطت فيها كتير على ناس عشان القرار يفضل في السر غير معلن. عايزه مني حاجه يا بنت سيدي؟ زي اللي عايزاه من الكل يا شطار. راي راي يعني؟ الله يسترك. ليه يا عم شطار؟ انت مش واحد مننا؟ ده عهد يا بنتي خدته على نفسي قدام ابوكم الله يرحمه. قال لي يا شطاره ما تفوتش سكينه واخواتك. قلت له لاخر يوم في عمري خدامهم وخدام اللي يعزوه. يبقى رايي في ايه؟ انا معاكم مطرح ما تروحوا. يمكن اكون كبرت وما عدتش اقدر ادفعكم زي زمان وتقدروا تستغنوا عني وعندكم بدل الراجل 10، لكن انا ما اقدرش استغنى عنكم. لا انا ولا بنتي ولا احنا يا عم شطار. اقعد اقعد تعالى استريح. كوبايه لابونا تبصر. فاتك مؤتمر الام عرب. مين مرسي؟ حرام عليك يا جدع فلعتني. يلا ما تبقاش خفيف. ايوه ده انت باين عليك جاي من سهره موججه. قول لي بتضرب مع مين يا شرغوش؟ سيبني ازوغ لحسن زمان سكه قلب الدنيا عليا. اه خصوصا انها كانت عامله اجتماع مصيري. مصيري؟ مش بيقولوها كده برضه في اخبار التلفزيون؟ اختك ناويه تبيع البيت للدكتور بتاع مصر. يا سيدي بالسلام. 120,000 جنيه يلا. 120,000 جنيه هيروحوا في جيوب طمان وفرج. وخليك بقى حلو انت تفضل سهرات الانس والفتاشه مع فاروق والكارني. هما مين دول؟ انا من هنا ورايح مش هنسيب مليم واحد من حق الحد. ايوه كده يلا وريهم العين الحمراء. انت فين يا بابا؟ بدايتين عدم مؤاخذه حضرتك مين؟ دكتور جابر وبطان. حلو انا كمان ما عنديش مانع نبيع نصيبنا في البيت، بس الاول نحب نعرف ال 120,000 جنيه دول هيروحوا فين؟ هنوضب بيهم الدكانه اللي اتحرقت. لا لسه ما اتفقناش، قدامنا كمان قهوه حناطه. سكت لها سوق. مش عايزاهم انت كمان عشان المحلين بتوع الزنقه يبقوا ثلاثة؟ وفيها ايه يا سيد؟ فيها بقى ان ال 120 دول يتقسموا القسمه الشرعيه، فلوس التجاره للتجاره، ما نقدرش نفتوش الدنيا ونزعوها، لكن لما نقول يا بيع دي مساله ثانيه. بتقول ايه يا هلا؟ انت كل شويه تطلع لنا بالموال ده؟ ايوه ومش هيبطلوا لما نظروا في حته حلقه. اعمل ليها فرصه فيها فرصه. عندك يا زلمه عادي، هو اهدى؟ هي اهلي تديله الطريحه؟ هو سيد ده ابن مصحف قبطان ولا مش ابنه؟ ايه يا وجيد؟ ايه؟ بس مين منه لاخواته يا وجيد؟ عشان ياكلوه يا حبيبتي؟ هو سيد مش ليه حق زي زيهم؟ الله وهو نصر يا اختي ده واخد حقه تالت ومتالت. اضروا الباقي على اخواته
اللي بيشتغلوا لحد ما يتوحد دردي وهو داير على حد شعر فالمهيصه وصاحب ما يسهروا ليش يا حبيبتي انا بتناقش في شعري يا حبيبتي ادوا هنا الفحال فالحوالنا عزيزي الحبيبتي هنطلع يا فارك مستني ما تضربني يا ولد انت بقيت تخيل على الضرب هلا ولا ايه يا ابني ما تضربني يا ابني مش عايز اقول كلمه مش هنبيعوا بيوت سيد قال الحق لأول مرة في حياته لما نبيعه هنقسمه ولما نقسمه هنبيعه حاجة ورا حاجة النهاردة البيت بكرة دكاكين الزنقة بعده دكانة البلد عايزين تبيعوا كله وتقسموه الهالي خالي مغني وافتكرته بيخرف النوى جايه في ميعادها وبشيلها بارد يا زوجي الحقي نفسك قبل الريح والزعابيب ما تفركشها وتحميكم وتخبطوا في بعض الظاهر انها بتلعب في دماغكم كلكم لو عايزينها قولوها بصراحه بتعمل ايه هنا يا كلب؟ بتعمل ايه؟ اسمع كلامي بنتك عيانه بتفضفض من السخونيه وهتموت شوف لها الدكتور ولا ده لا الاسعاف حد وين يا خالك عندها اسمعني انا كنت واقف بره لقيتها فتحت الباب وخرجت تند عليك وبتصرخ وفجاه وقعت من طولها فاني صعبت عليا شلتها حطيتها على السرير لقيتها سخنه بتفرفر قلت اعملها كمادات حتى مديني في قريتها اهو بس انا شفتك مسكة امسكها امسك ايه دي عيله لا اله الا الله وبعدين بقولك ايه انا مش ندل للدرجه دي وما نعملهاش معاك انت بالذات عشان انت مربيني يا عم شطاره انا بنتك دي لو لقيتها عريانه اغطيها معلش يا مرسي غصب عني يا ابني الشيطان شاطر وانا ما حلتيش في الدنيا غير معلش اطمن يا عم شطاره بقولك ايه الكلام مش هينفع دلوقتي أنا حوصل لغاية الأجزخانة اللي ورا المحكمة، أستقضلها أي حاجة. اعمل لها أنت الكمادات على ما أروح أنا وأجي، مش هنعوق. وإشمعنى اخترتني أنا يا دكتور؟ توصية من مرحوم مصعد أبطال. مصعد أبطال؟ يوم ما جيت اسكندرية قبضت الفلوس وسجلنا الشركة في الشهر العقاري. كلمني يوميها عنك وقال انك اقرب انسان له وانزه واحد شافه في حياته وحكى لي الحكايه اللي وقفت فيها معاه وتسببت في فصلك من شغلك في السكه الحديد وانت لسه فاكر لما ادور على انسان امين هنا يبقى لازم افتكر صراحه يا دكتور انا لسه مش فاهم غرضك اوعدك تكون اول واحد يفهم لما يقول الأوان برضه الراجل الدكتور اياه برضه انت مالك خليك حلو معايا قول لي كان جاي لك ليه عايز منك ايه واتكلمته في ايه مش شغل انت حضنت ولا خنوق طلع روحك في ايدي ايدك عن خالي يا ندل حبيبي طاهر شاكوش طاهر مسعد ابطان يا مرسي اخويا طمطم وحشني انا حشني
طاهر، وحشنا فاروق يا طاهر. ازيك يا طاهر؟ معقولة دي ولا نبحل؟ تعالي في حضني الاول لا نعرف اذا كنت عايش ولا ميت، ولا وصلنا منك جواب، ولا تبعت لنا برساله يقول لنا انت فين. ما قلتش في نفسك سايب اختي بحمل بر الجمل؟ ما هفش عليك حد من اخواتك؟ ما وجعكش قلبك يوم؟ قلت يا ترى مين فيهم عريان ولا جعان ولا الشارع هرسه؟ عندك حق اسكيل، عندك حق في كل اللي قلتيه. لو جبت سكينه ومزعتيني بيها برضه عندك حق، بس نحلف لك بايه ما غبتوا عن بالي لحظه، ما بطلت تفكير فيكوا المده دي كلها غصب عن الناس. غصب عن اللي كبه الزغرط فيكم تزغرط يا اولاد. ايوه كده، قومي يا سكينة وقوم اخوكي، ده جاي من غربة طويلة ومش ناقص بكا ونواح. خلاص يا ستي ما عادش بكا ونواح، طاهر راجع. انا حنوضبوا له زفة ولا زفة العرسان. عملوا زفه وزيطه وهيصه زي ما يكون راجع وجاب الديب من ديله. انت قعدت معايا ولا مرسي؟ لسه يا معلمي. عايزين نعرف ايه اخباره؟ اخبار ايه يا عمنا؟ ده راجع ايد ورا وايد قدام، ما حدوش غير شنطه فيها شويه هدوم. انا عارف كل حاجه عنه. احنا بنساله ولا عن اخبار تانيه؟ ايوه. عايزين نعرف ايه اخباره مع اخواته.
عايزين الاسفين الدق بدري. اطمنوا سواه عليا، دي عهد خدته على نفسي. كنت بسمعه كل ليله من ليالي السجن السودا زي نشيد المدارس. اللي بيني وبين سوكا واخواتها مش حصل فيه غير الموت. الحمد لله. هو انت كلت حاجه؟ ايوه ده انا كلت ليا وللزمن. يا ابني اقعد كمل اكلك يا حبيبي، زي ما بطنك نشفت من اكل الخواجات وبتمغص بالافرنجي. ايوه عليك يا ست. ما وحشتكش الصياديه بتاعتي؟ ايه؟ ولا برمي الصبيت اللي انا بحوجهولك؟ ده انا كلت زي المفجوع. ايوه شغوش ابو الطاهر حلو، فين اكلك ده من اكلك بتاع زمان؟ فاكر لما كنا زمان بنتراهنوا على 3 كيلو بوري وغلق جندفلي؟ اه، واني اللي كنت دايما بنكسب. ايوه بس انا ما كنتش بدفع حاجه. طول عمرك ضلالي واكلت. تاني سنه تاني. طاهر، بعد ما نتحل ونشربوا الشاي عايزين نقعدوا مع بعضينا انا وانت واخواتك. ماشي ماشي يا شرغوشه، يلا بينا. عم مغني عم مغني، وقوم نغسلوا ايدينا ونكملوا الكلمتين اللي بيننا وبين بعض. انا هنطلع نغسل ايديا فوق، ومفيش اصلا كلام بيننا يا مرسي. حرص افوقش من الولد ده وتعامل معاه وعينيك مفتحه. متخافش، مرسي ده في جيبي. ما هو ممكن يبقى في جيبك وقرصك. انا مطرم سنينه ومفرغ سمه. على كل حال انا نصيحه قلتها لك والسلام. خلينا في المهم، انت عرفت الولد اللي اسمه طاهر ده ازاي؟ مين جابهولك؟ ما حدش جابهولي، انا مش عارف جه ازاي. انا صحيح بعدت اسال عليه لكن قبل ما يجيني رد طب اهو. الله، يعني مش انت اللي جبته؟ ابدا، ده حتى كنت شلته من دماغي خالص. ازاي فوقش؟ هو مش واحد من الورثه؟ عرفت من المحامي بتاعهم ان هو ساب توكيل لاخته قبل ما يسافر. امال ايه اللي عموما عمل خير انه جه اهو؟ هيبدا بقى يحاسبهم ويطالبهم بالورث وبنصيبه، ومره مره يمسك في طمان والتانيه يمسك في الواد اللي اسمه فرج، وهيولعوها نار ويتحرقوا كلهم مع بعض. وهي دي شغلانه الولا مرسي، يدلق الجاز ويوضب الكبريت، وبعد شويه كل حي منهم هيجري في حته وهنستلقطهم واحد واحد. ايه والله فوش اخويا، العيال دي زودتها قوي، لو سكتنا عليهم مش هنقدروا نلموهم. اللي طايح في المينا واللي سارح في الشوارع واللي مقفله الزنقه بقوا عاملين زي النمل. اه، ما فعصناهوش ودوسنا عليه من دلوقت نصبح الصبح نلاقيه فوق جتتنا بينعش في لحمنا. انا من جهتي محرص قوي منهم وداخل لهم من كل جهه، يعني مش هيقدروا يفلتوا ابدا. حلو، المهم بقى خلينا في شغلنا احنا، الشغل بتاعنا بقى. ايه اخبار الراجل التاني قريبهم بتاع مصر؟ كله تمام. كله تمام يعني ايه؟ امال قمت من النوم ليه؟ وقيضت في التليفون وزعقت وصرخت وخلتني مشيت الولاد بتوعي وراه. بس رجعلي تاني. رجع لك تاني؟ ايوه رجعلي تاني المكتب. وبعدين؟ ما قلت لك بقى ما تقلقش كله تمام يا اخي. يخرب بيت كله تمام بتاعتك دي. لا 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 لا، فؤاد ده راجل بالونه ماشي بالمنفاخ، ما ينفعش نرمي تقولون عليه. طب هو ما قالكش بعت يجيب طاهر ليه؟ ها بينكر، بيقولوا ان جاي لوحده. ماشي انا مصدقه، اصل هو ما يقدرش يعني يتكتك لبعيد. طب ومرسي؟ مرسي؟ ماله مرسي؟ انت فاكر فؤاد هو اللي بيمشي مرسي؟ تبقى خرنج. مرسي يحط 10 زي فؤاد في جيبه. يبقى نركزوا على مرسي يا باشا. بنفكروا فيها. خلاص، انا نروح الليله ونخليه يفوت عليك. بس لازم نلاقي له ان نمسكه منها. انة ايه بس؟ ده مليان عبر يا باشا. لازم يكون له مال كان نملكه منها. لو بعتنا له هيجي متأنصل ويقول احنا مزنوقين فيه. لا، سيب لي مرسي ده لغايه ما اسوي له طبخه. طبخه على مزاجي يعني. بقولك ايه؟ ايه اخبار عرفان؟ ما بشوفوش كتير يا باشا. اخص عليك، ده انت نتن نتن اوالة. ده نسيبك خال ولادك، اسأل عن احواله. بقول بلاش عرفان بالذات يا باشا،
بلاش عرفان. بلاش عرفان ليه؟ يعني سيبه، انت هتكون محتاج عرفان في ايه بس؟ امنك بارد صحيح يا اخي. احنا ما نسيبوش صحابنا اللي محتاج لهم، فاهم ولا مش فاهم؟ ومش هقول لك محتاج له في ايه، ما تسالنيش. اوامرك، لكن انا مش هنعمل حاجه تضر. لما نعوزك تضره هتضره. يلا هون من خليتي، شوف لك دكتور نفساني يعالجك. وعلى فكره لا ولا ذكي، عايز اقولها لك من زمان، انت عندك سوسوفرونيا. كبرتوا يا بنات، بسم الله ما شاء الله، كل واحده فيكم بقت تحل من على حبل المشكله. بس انت ما اتغيرتش. معلقه واحده. شكلك زي ما كنت فاكراه بالظبط. تعرف انك احلى من طمان وفرج. بس بس مش احلى مني. يا اخويا روح كده، انت باكل نفسك حلو. تعالى فتونة. نعم. ما انتش فاكراني؟ طشاش كده. أنا بقى كنت بنفتكر كل واحد فيكم، أفر صوركم في دماغي واجي عند صورتك انت ونقف. كنت بنفتكر شقاوتك ولعبك معايا ولسانك الطويل لما كنت بنشيلك أني وسكة من ايديك ورجليك ونمرجحوكي وانت صرخي نزلوني يا سراغيس يا أولاد المكنسة. لعلمك أني لسه شقية أشقى من زمان بكتير. يلا يا بنات، مش قعدتوا مع اخوك شويه؟ يلا كل واحده تشوف حل. طمان وسيد وفرج بس هما اللي هيفضلوا معانا. لحظه يا سوكا، انا جايب لكم كلكم معايا هدايا، بس هتوصل على المركب الثاني. اصل انا بعد ما حجزت وشحنت شنطي لقيت المركب هتتاخر وفي مركب هتطلع قبلها باسبوع، صممت بقى ان انا لازم اجي عليها. رجوعك لنا بالسلام اخويا احلى هدية. ايه مالك يا طاهر؟ في ايه؟ ابدا يا شرغوش، انا كويس. انت تعبان؟ تحب تستريح؟ لا ابدا، انا بخير، انا تحت امرك. سوكا الحقي الجدع ابن الدكتور قريبكم جه. خليه اتفضل. يلا بنات يلا. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بيكي. معلش انا اسف اني جيت لكم مره تانية فجاه ومن غير ميعاد. لا ابدا، تتشرف في اي وقت. اخويا طاهر كان في بلاد بره ولسه راجع من يومين، قعد 14 سنه هناك. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه. اهلا وسهلا. الاستاذ بدر ابن الدكتور جابر قريبنا، يبقى ابن عم ابونا لازم. اهلا وسهلا، تشرفنا يا استاذ. اتفضل، شاي ولا قهوه ولا نجيبه غدا؟ لا لا لا، مفيش داعي، انا مش هقعد، انا اصلي جاي اسالكم عن والدي. مال المفروض انه بقاله في اسكندريه كام يوم وانا معرفش عنه حاجه، يا ترى ما جالكمش؟ طبعا جه وسهر معانا ليله اول امبارح، وكان في ميعاد نكلموه في اللوكاندا تاني يوم، قالوا مش موجود. لانه مرجعش اللوكاندا اصلا. مرجعش منين يا فندي؟ المشوار الليل اللي نزله في عز النوه وسط البرد والريح والمطر. ده ليله ما رجعت. ايوه كان عندنا هنا قبل ما توصل بشويه، واني بنفسي موصله لغايه ميدان المنشيه ودخل العماره اللي فيها مكتب فؤاد شلبي. مش غريب يا لولا انه يقعد بره المده دي كلها ويرجع ايد ورا وايد قدام؟ طيب اسمعيني كويس، انا مش لاقي بابا.